سيمبا مواجهه سهله، لكن احنا بنقول لا مواجهه صعبه. الاهلي عنده تحديات، سيمبا بيمر بفتره فنيه جيده الفتره دي، والكره التنزانيه لما تلاقي فريقين طبعا. سيمبا ويانج افريكانز الاثنين وصلوا دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا، كمان عندهم مدرب متمرس في افريقيا، فهتكون مواجهه صعبه. كمان الاهلي 10 لاعبين في منتخب مصر، بعد كده عنده مباراه مهمه التجانس، وبعد كده ترتيب الفريق مره اخرى، فدي كلها عوامل يعني بتصعب من المواجهه. طبعا اكيد يا كابتن اسامه، دوري ابطال افريقيا السنه دي احنا اتكلمنا ان هو بيشهد تغير في الخريطه حقيقه. الناس لازم تعرف ان الخريطه في افريقيا بتتغير على مستوى الانديه والمنتخبات كمان في كاس الامم زي ما شفنا. صحيح. والدليل على كلام حضرتك، طبعا احنا بنشوف، احنا اول مره نشوف فريقين من تنزانيا من اكبر 8 فرق في افريقيا، الدوله الوحيده على ونشوف كمان يا استاذ محمد ان رئيس يانج الدوله الوحيده اللي داخل فيها اثنين بيلعب اثنين دور ثمانيه، رئيس يانج افريكانز لما كابتن اسلام الشاطر على الشاشه معانا في الحوار، هنتكلم على ان هو رئيس رابطه الانديه في الكاف. يعني بنشوف النهارده كمان هم مش فنيا بس، هم اداريا وتخطيطا بيتحركوا بسرعه كبيره جدا. مظبوط. النهارده حتى الملاعب في تنزانيا بنتفرج عليها محمد، ملاعب متطوره في تطور طبعا كبير. مشكلتنا معاهم موضوع الساعه 3 العصر ده، وان شاء الله طبعا خلاص اتحل الحمد لله يعني. خلاص تمام. فطبعا اكيد مواجهه سيمبا، لا مواجهه سيمبا ليها بقى حاجات كتيره جدا. مين المدير الفني لسيمبا؟ بن شيخه. نتكلم على بن شيخه. مين بن شيخه؟ الراجل اللي كان ماسك شباب الوزداد لما لعبناهم في كاس السوبر. حاد العاصمه. حاد العاصمه انا اسف. حاد العاصمه. حاد العاصمه. وطبعا بنتكلم على واحد، خلي بالك الحاجات التاريخيه قاعد جنبك طبعا. هيلحقني. خلي بالك، خلي بالك عشان قبل ما كريم يكمل. كان في لقطه في الماتش ده في الدقيقه 4 او 5 ماتش اتحاد العاصمه. ايوه اوكي. زي بالظبط ماتش الزمالك، كوره بنالتي واضح ما حسبش الجزاء. صحيح. ركله جزاء بالظبط كده. بس عايزين نقول ان الراجل ده الراجل ده راجل ذكي جدا 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 في تصريحاته. الراجل يعني لا، وساعتها هو برضه مدرب يعني اتكلم كويس جدا عن النادي الاهلي، وبدا برضه ايه استغل الاسلوب بتاع بيتسو موسيماني بتاع زمان ده. بس طبعا في الملعب بصراحه راجل شغله كويس، قدر ساعتها النادي الاهلي بصراحه كان في ناس كلها متوقعه عنده خبرات كبيره، الناس النادي الاهلي يكسب بفرق سكور، اللي كان في فرق برضه بصراحه فجوه فنيه، هم قدروا يقفوا دفاعيا. واعتقد في وجهه نظري هو هيعمل ده مع سيمبا، وربما كمان يكون سيمبا كافراد يا محمد اعتقد احسن أقل. شو احسن لا اقل افضل من يانج؟ لا مش يانج، من اتحاد العاصمه. لا اصل في نقطه، في نقطه غريبه شويه، يمكن الناس افتكرت ان الوداد خرج فسيمبا متقدم. السنه دي سيمبا في الدوري التنزاني، يانج هو المتقدم. أيوة. يانج هو المتصدر. بس أيوة. بس سيمبا كسكواد اقوى من لا مش بتكلم يانج، انا بتكلم ان جاب الشيخ السكواد اللي معاه في سيمبا اقوى من اللي كان معاه في اتحاد العاصمه. بدليل ان سيمبا النهارده شوف هو فين واتحاد العاصمه بعيد شويه. أيوة. فاللي اقصده ان طبعا احنا مباراه صعبه للغايه، خصوصا مباراه تنزانيا. وطبعا احنا برضو لعبنا سيمبا في الدوري الافريقي تعادل هناك 2-2 و1-1 معناه ان الماتش 2-2 بصراحه. احنا الشوط الاول عملنا شوط جمعه عالي جدا، امتياز كان امتياز بصراحه. وكنت دي بقى، ودي نقطه مهمه، ما احنا كنا متقدمين هناك 2-1. ايوه يا استاذ محمد. دي بقى النقطه بقى عايزين نتعلم، في نقطه هنا عايزين نتعلم منها. في بعض المباريات لازم تخلصها في اول شوط عشان ترتاح بعد كده. لما انت بتدي المنافس الاريحيه او بتسيب له الامل ان هو لسه عنده امل في الماتش، بيبدا يتعبك. زي ماتش البنك الاهلي، زي ماتش البنك الاهلي ملعبك بيسهل المهمه طبعًا. على ملعبك زي ماتش البنك الاهلي. انت دايما انت يعني بدايه المباراه انت جايب هدف مبكر وضيعت كام فرصه، وحتى ايفن لما هم اتعادلوا انت راجع 2-1 اتعادلوا راجع 3-2، فعندك كذا فرصه انك تخلص الجيم. تمام. في وجهه نظري دايما لازم اللعيبه يا برضو عندها حته كده ان انا اخلص الجيم عشان ارتاح. بس طبعا على اللعبه على المستوى الافريقي بامانه مختلف عن الدوري المحلي. بدليل ايه؟ بكل امانه رغم الهزيمه بتاعت امبارح، كلم اي اهلاوي يقول لك انا مش حاسس ان الدوري فيه مشكله، لان المستوى بتاع الانديه في المنافسه منافسه بعيده. كابتن خلينا نتكلم بصراحه، منافسه بعيده. احنا بنتكلم ولسه الدوري طويل. انما افريقيا لا، افريقيا ما فيهاش تهريج، افريقيا ما فيهاش مساحه انك تغلط. ممكن يكون هزيمه امبارح يعني عشان كل واحد يعيد حساباته وقتها، وممكن تكون الهزيمه في وقتها.